مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. زيارة أمين عام مركز اعتدال إلى العراق. في إطار تعزيز العلاقات العراقية السعودية ومحاربة التطرف، وصل مؤخراً منصور الشمري الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال إلى العراق في زيارة رسمية أجرى خلالها عدداً من اللقاءات المشتركة. وقد استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الشمري والوفد المرافق له بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد عبد العزيز الشمري، مشيداً بما تتمتع به العلاقات العراقية السعودية من تطور في المجالات كافة، ومثمنا جهود المركز وإمكاناته في مكافحة التطرف. المستشار الأعرجي أكد أن العراق كان وما يزال وسيبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن تلاحم العراقيين كان وراء ما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي. وتم الحديث عن مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب والاعتدال الفكري ومحاربة التطرف وتعزيز مبدأ التسامح. أمين مركز اعتدال قال إن للعراق خبرة غنية في مجال مكافحة الإرهاب يمكن الاستفادة منها في مكافحة الفكر المتطرف، وإن المركز بما يمتلكه من أدوات وكفاءات مستعد لدعم جهود العراق في محاربة هذه الأفكار المتطرفة. كما بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي مع الشمري أوجه التعاون والتنسيق المشترك في الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تبادل الخبرات ودعمها وتعزيزها، وتطلع إلى مزيد من العمل المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة هذا الفكر الشاذ وصولا بمجتمعنا إلى بر الأمان، مؤكدا أن الفكر المتطرف هو العدو المشترك الذي تجب مكافحته سويا. التعافي في العلاقات العراقية السعودية لا يعود بالنفع عليهما فقط، بل سينعكس إيجابا على قضايا البيئة العربية والإقليمية، فالعلاقة الإيجابية بينهما تعد المفتاح الرئيس لحل الأزمات في الشرق الأوسط، وأصبحت واجبا استراتيجيا على الدولتين الجارتين، ويجب الالتزام به لأبعد مدى ممكن.